شايفين هون عنا عبارة عن منظومة متكاملة تجسس لصالح العدو الإسرائيلي. هذه المنظومة كانت مركبة في منطقة الساحل السوري موجهة باتجاه هدف حساس. تم كشف وضبط هذه المنظومة من خلال المعلومات والمتابعة الدقيقة. رح هلا نعطي فكرة عن المكونات الرئيسية لهذه المنظومة. عندنا بداية هون هاي الكاميرا اللي كانت موجهة باتجاه الهدف الرئيسي الحساس، هدف التصوير والإرسال المعلومات إلى الكيان الصهيوني من خلال الهوائيات الاثنين الموجودين بالمنظومة. طبعا النقل فوري ونقل المعلومات يتم بشكل فوري من خلال الكاميرا.